حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه الاحتفالية. إذا السيدة حرم رئيس جمهورية مصر العربية تشرفنا في معبد الأقصر للمشاركة في هذه الاحتفالية، وبعد قليل سيصل إلى معبد الأقصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروع الكشف عن طريق الكباش وبدء الاحتفالات الخاصة بالأقصر. عبد الفتاح السيسي إلى معبد الأقصر لافتتاح مشروع الكشف عن طريق الكباش في بداية الاحتفالات الخاصة بالأقصر.
ليه سمي بطريق الكباش؟ هم بالضبط 1057 تمثال، فيهم 807 على رأس شكل أبو الهول اللي هو برأس إنسان، وفيهم أول 250 من ناحية الكرنك، صفين، صف 120 وصف من ناحية تانية 130، على شكل كبش. ليه كبش؟ لأن الكبش ده كان رمز المعبود أمون اللي بيتعبد في الأقصر، بيرجعوا بدايته للقرن الـ14 قبل الميلاد، يعني الطريق ده عمره أكتر من 3400 سنة. اتفضل يا فندم. الطريق ده عمره أكتر من 3400 سنة، ثم جه بعد كده ملك من الأسرة الـ30 اسمه نقتنبه الأول، هو اللي عمل التماثيل على رأس إنسان. احنا لقينا تلت التماثيل دي تقريبا من الـ 1057، ولكن الحفائر لسه شغالة. احنا النهاردة بنعلن انتهاء مشروع الكشف عن طريق الكباش. احنا لغاية النهاردة لسه بيقولوا لقوا رؤوس جديدة، ولسه هنركبها كلها. ولو فخامتك تبص هنا على مجموعة الصور دي، حضرتك هتلاقي دي صور بداية الكشف عن الطريق. أول مرة يلاقوا تمثال، كان أول تمثال الغربي اتلقى في 18 مارس 1949، ومن ساعتها الحفائر بتشتغل وبتقف وبتشتغل، ولكن لينا الفخر ان كلهم اساتذه مصريين اشتغلوا بقوه. ولكن الشغل الاكبر طبعا كان في من 2004 لغايه 2011، اشتغلوا فيه بقوه جامده جدا، والدوله عملت مشروعات عشان تكشف عن الطريق، ولكن المشروع تعثر بعد 2011، ثم استأنفناه بتوجيهات فخامتك في نهايه 2017، وقام بالتنفيذ الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بالتنسيق مع المجلس الاعلى للاثار. طبعا ده هيكون إضافة كبيرة، وهنا بيصح لفظ إن الأقصر أصبحت النهاردة متحف مكشوف مفتوح للعالم. الطريق ده بيربط الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا. الكرنك هي مجموعة معابد، وهنا معبد الأقصر. اتفضل يا فندم. احنا بالليل بعد ما نمشي ان شاء الله هيفضل منور. الإضاءة دي إضاءة في بعد دي إضاءة للحفلة، بعض الإضاءة للحفلة، لكن طبعا لكن في إضاءة طبعا طبعا بالظبط يا فندم. احنا هنا دلوقتي طبعا الأقصر، الأقصر جيتي قاعدة جنبي النهارده الصبح كده. الأقصر طبعا هي مدينة مسجلة على التراث العالمي من سنة 79. الأقصر هي فيها أكبر تجمع آثار في العالم، شرق وغرب طبعا، آثار متنوعة جدا. ولكن فعالية النهاردة عايزين نقول إن الأقصر آثار وحاجات تانية جميلة جدا هنوريها للعالم كله بإذن الله النهاردة. إحنا معنا تغطية إعلامية من العالم كله موجودة. والأقصر في الأول كانت مدينة، كانت عاصمة للإقليم الرابع من أقاليم الصعيد. طول عمر أجدادنا في تاريخ مصر القديم كانوا بيعدوا الأقاليم من الجنوب للشمال، دايما يقول ملك الجنوب والشمال، مصر العليا والسفلى، عشان النيل بيجي من الجنوب والنيل هي حياته. فبالتالي كانت عاصمة إقليم، إلى أن من حوالي 4000 سنة وبالضبط مع الدولة الوسطى، لما عدنا توحيد البلد مرة تانية كانوا الملوك من هنا، وأصبحت هي عاصمة لمصر، عاصمة مصر، وهي اللي منها خاضوا معركة تحرير ضد الهكسوس، وهي أصبحت عاصمة لمصر في أقوى عصورها اللي هي الدولة الحديثة. المعبد ده بيحمل اسم المدينة، معبد الأقصر، وهو باصص للكرنك. يعني هو غير كتير من المعابد اللي موجودة في الأقصر عمودي عن النيل، هو موازي للنيل. ليه موازي للنيل؟ عشان يستقبل الموكب اللي جاي من الكرنك. وعشان كده الطريق ده كان معمول. الطريق ده ما كانش تماثيل بس، لما عملوا الحفاير زملائنا في مجلس أهل الآثار على مدار سنوات طويلة لقوا أواني، ولقوا أماكن للزرع والشجر، ولقوا معاصر النبيذ، ولقوا الورش، ولقوا مصانع الطوب والفخار وأسلوب الري بتاعها. الحياة كلها متكاملة. فهنا هو المعبد كان اسمه الحرم الجنوبي. المعبد ده من الدولة الحديثة الجزء الأساسي بتاعه فعلا، ولكن المعبد اتبنى في القرن الـ15 قبل الميلاد، بدأ فيه البنى الآثار الموجودة، ثم بشكل أساسي ملك اسمه من حطب الثالث قرن 14، ثم رمس الثاني قرن 13 قبل الميلاد. ولكن عمر ما بطلت بنى هنا. الإسكندر الأكبر لما جه عمل قدس الأقداس، اتحولت أجزاء منه إلى معسكر روماني، اتحول أجزاء منه إلى كنيسة، والمسلمين جم وبنوا فيه مسجد أبو الحجاج. دي واجهة المعبد زي سيادتك ما شايف. الواجهة كان قدامها مسلتين، في مسلة مصر أهدتها لفرنسا في ثلاثينات القرن الـ19، وصلت فرنسا سنة 1836. المسلة الثانية موجودة لغاية دلوقتي، عليها نصوص للملك رمسيس
وهو بيقدم القرابين لمعبود أمون رع وبيهب له المسلات. الواجهة اللي هو الصرح عليه معركة شهيرة جدا اللي هي معركة قادش، اللي هي فيها معاهدة سلام من القرن الـ13 قبل الميلاد ضد الحيثيين. المعبد ده قدامه 6 تماثيل للملك رمسيس الثاني، 2 لرمسيس وهو جالس و4 وهو واقف. أنا طول عمري لما درسته ودرسته للطلبة بتوعي كنت بدرسه بتمثالين بس، والواحد الواقف الغربي، الثاني والثالث والرابع دول كانوا مكسرين على مدار منذ اكتشافهم من آلاف السنين. قام زملائي الأثريين والمراميين المصريين بإعادة تجميع التماثيل كلها تاني، وقدروا الحمد لله كل سنة يرمموا تمثال إلى أن أصبحت الواجهة كاملة كده زي ما حضرتك شايف. إحنا دلوقتي خلصنا الطريق بتاع الملك بتاع الأسرة 30، داخلين المعبد الأقصر نفسه، هنخش من الجزء بتاع الملك رمسيس الثاني اللي هو القرن الـ13 قبل الميلاد. دي سواري الأعلام اللي موجودة كانت موجودة هنا، المسلة عليها مجموعة من القردة وهم بيحيوا الشمس، لأن المسلة كانت رمز لعبادة الشمس. تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني من الجرانيت، على يمينه زوجته، ده الصرح الأول. هندخل دلوقتي على الفناء الأول. الفناء الأول ده بيوري جمال الحضارة المصرية. ده رمسيس الثاني، أول مبنى هنشوفه على إيدنا اليمين من الأسرة 18، ثم هنلاقي فيه رمسيس الثاني الأسرة 19 حولوا إلى فناء. ثم هنا دي بقايا كنيسة وفيها المسجد، لأن ده كان مردوم بالرمل، فلما اتبنى المسجد ده أثري. المسجد ده عمره تقريبا 800 سنة من نهاية العصر الأيوبي، وهو مدفون فيه. والرائع فيه إن المحراب بتاعه عبارة عن أثر فرعوني، عمود تم قطعه وتحويله إلى معراج إلى محراب، مع الاحتفاظ بالنقوش الفرعونية داخله، وبيقعدوا يصلوا وهم موجودين. ما طمسوهاش، لأن إحنا عمرنا ما هن أثرنا القديمة. ده أسرة 18، دي كانت مقصورة فيها 3 مقاصير عشان الثلاث مراكب لما بيجوا لأمون وزوجته وابنهم بيتحطوا هنا، ودي من الأسرة 18. ده فناء عمله الملك رمسيس الثاني، عبارة عن فناء مكشوف حواليه أعمدة بترمز لنبات البردي، لأن المعبد كان عالم صغير فبيحاولوا يحطوا فيه دايما شكل النباتات. هنا هنلاقي 11 تمثال للملك رمسيس الثاني وهو واقف مقدم رجله الشمال للأمام، رمز إن هو عايش. هنا بنلاقي تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني، وهنا بينتهي شغل رمسيس الثاني. اللي ورا أقدم، أمن حوتب الثالث من القرن الـ14 قبل الميلاد، الأسرة الـ18، عمل صف الأعمدة الرائع ده اللي هو عبارة عن 14 عمود، ده بردي مغلق، ده بردي مفتوح. والبردي كان رمز الشمال في مصر القديمة. ثم بعد كده بنلاقي الفناء اللي احنا هنقيم فيه الفعالية. الجدران اللي موجودة في الصف الأعمدة ده كلها بتحكي عيد الأوبت اللي احنا النهاردة عاملين حفل بيوري العيد كان شكله ايه. وقبل ما ندخل نبدأ الفعالية، يمكن هتوقف عند سر الحضارة المصرية، هو المنظر ده. المنظر ده اسمه سما طوي. سما اللي هو الاتحاد، الوحدة، طوي يعني أرض، طوي يعني الأرضين اللي هم الجنوب والشمال. دي زهرة اللوتس ودي نبات البردي، بيحصل فيهم إيه؟ معقودين، بيتعقدوا مع بعض، معناها إن الوحدة دي أساسية عشان البلد تقوم وتبقى قوية. طب ومين اللي بيقعدهم مع بعض؟ مين اللي بيعمل ده؟ إله واضح عليه علامة الرخاء، ده إله اسمه حاعبي. حاعبي ده الفيضان. فيضان وقوة اندفاع النيل هي اللي مسؤولة عن الحياة في مصر، فعشان كده عبدوه وعملوا الفيضان إله اسمه حاعبي، وهو النهاردة هنا اللي بيعمل الوحدة. إذن الشعب المصري عشان يفضل قوي على مدار آلاف السنين عنده عنصرين محتاجهم، أن يتحد دايماً والنيل والفيضان. انا معايا بس يا فندم عايز حضرتك زميلتي استاذه منال من المرامين اللي كانوا على السقاله، اللي سيادتك كنت بتتابع شغلهم اول باول، وهي عايزه تشكر سيادتك. انا بس عايز بالراحه بسيادتك فخامه الرئيس في محافظه لوكسور اللي هي النهارده عروسه متوجه بفضل معاليك، وان احنا بس ده كله بدعم سيادتك لينا طبعا اللي كان بيوصلنا دايما على لسان معالي رئيس الوزراء.
فاحنا انا واحده من اهالي محافظه لوكسور، وواحده من ضمن فريق العمل للكشف عن طريق الكباش اللي احنا كنا منتظرين له سنين كتير جدا، والحمد لله تم افتتاحه في عهد معاليك، وافتتاح العديد من المتاحف والاكتشاف والمناطق الاثريه، وده كله بيرجع بفضل سيادتك ودعمك الدائم لينا اللي كان بيوصلنا على معالي على لسان معالي دوله رئيس الوزراء لما كان بيشرفنا هنا وبيبشر الشغل معانا بنفسه، وكان دايما بيطلع معانا على السجاله بيشوف شغلنا اللي احنا بنعمله، كان بيوجهنا طبعا، وده كله كان دعمه قويه لينا ان احنا نشتغل في منتهى الحماس. فبنشكر سيادتك. شكرا سياده الرئيس.